شددت هيئة البحرين للسياحة والمعارض على أن إقامة الفعاليات للسياحة والمناسبات الخاصة ينبغي أن تتوافق مع الإجراءات الحكومية المتعلقة باستئناف الأنشطة التجارية وفق الضوابط والاشتراطات الصحية التي يصدر بشأنها قرار من وزارة الصحة، منوهة في هذا الإطار بالجهود الوطنية الكبيرة التي بذلت للحد من انتشار فيروس كورونا وأهمية دعم تلك الجهود من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم التهاون بها.